بينا الطلعة الأولانية. ماشي. اثبت مكانك، على فين يا عمنا؟ لا مؤاخذة يا عم جيلك، أصل أنا تايه. تايه؟ وده مكان تتوه فيه يا فندي. قدر يا بلدينا. ما تدليني إحنا فين؟ خلاص عرفت. اثبت يا على الأرض يالا، انزل. يلا رجالة، حملوا البضاعة دي على العربية. منور يا بابا. خلي العيال دي تنزل السلاح. نزل. أنا كان نفسي أعمل لك حاجة تشربها. بس أنت ما تستاهلش. هو احنا مش هنخلص من الكارفة البايظة اللي انت عاملها دي؟ انت مستعجل على موتك قوي يا بابلو. موتي؟ انت خبت يا مصلحي، اوعى تكون مفكر ان انا واقف محطوط عليا. لا، انا رماني الهوا اشوف اخرك ايه وعرفت ان هو اللي في المخزن ده. صح؟ وافرض ما هي مكافية ايه وزيادة، والا ما كنتش ثبتك هنا. هنحلنا من ثبتك دي عشان ردها بعدين. أنا اللي يهمني دلوقتي الزيادة. من هنا مصلحي؟ وأنا قليل ولا إيه يا بابلو؟ لا طبعًا، وإلا ما كانش بابلو حاضر. بس مش قوي. أنا وأنت عارفين سندت على مين. الحبايب ياما. والحبايب يعلموا إن اللي موجود بابلو؟ آه، بالراحة على نفسك لا يطقلك عرق. آه يعرفوا. ويعلموا إن اللي بيعمل كده مع بابلو ويعرفوا تمامه إزاي؟ مش لما تبقى تخرج من هنا الأول؟ لا دي بسيطة وسهل. حتى شوف. لا هنا. إيه ده؟ هو أنت مفكر إن ده آخري؟